طبعا المخالفات المرورية اللي دائما ما نتكلم عنها هي غلق المسار الأيمن من الشارع، وهي أكثر المخالفات الموجودة بالشارع وأكثر المخالفات اللي ممكن تسبب عرقلة لحركة السير والمرور. فنتمنى من سائقي المركبات الالتزام وعدم غلق المسار الأيمن من الشارع. هنا يطبق لي، هنا يطبق حجي. السلام عليكم، شلونك ابوي؟ ان شاء الله بخير. دوم ان شاء الله. احدى المخالفات المروريه هي غلق المسار الايمن من الشارع. والله يا خيتي ما شفت ما ادري الا انا بعيد المسافه. صحيح. والله العظيم بعيده ودعت القران وما شفت. على راسي. على راسي. قدام الاشاره. على راسي. يعني هسه انت سديت الشارع على بقيه الناس وخليت الناس تغير مسارها وريت تسبب حوادث مروريه. اشهد الله علي المسافه بعيده. اي ما يخالف ما يخالف. انت سائق مركبه، صح؟ واكيد عندك خبره في مجال قياده المركبه. طويل همين مو خليل. رحم الله والديك. يعني شيء شد هاي رحمت بعد. رحمت؟ اي والله. ليش انت المفروض تكون قدوه عم العزيز؟ والله ما عارف. انت تكون قدوه للاخرين بسواق الاحداث. بحياتي ما عندي عقوبه ولا عندي مخالفه. ان شاء الله ما تجيك مخالفه ولا عقوبه. اعطينا اجازتك. نريد نوضح لاخواننا سائقي المركبات ومستخدمي الطريق موضوع جدا مهم. احنا طبعا غايتنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه، نريد من عندك كلمه الى اخواننا سائقي المركبات. ان شاء الله. شو تقول لهم؟ ان شاء الله والله اقول عدم غلق المسار. صار صار. انت وجه لهم كلمه. انا اوجه انا صدق بالله. قول لهم انه على عيني وعلى راسي مخالف، لكن التزامك وارتدائك التزام الامان هذا دليل على وعيك. وجه لي كلمة لأخوانك سائقي المركبات. إن شاء الله ما تتكرر هاي. إن شاء الله. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة.